اخواتي كمان. تعالي هنا تجري ورايا ليه؟ عايزه مني ايه؟ بتطرديني ليه؟ يلا انا مش طلعت خلاص. اتفضلي تعالي روحي سلامتك سلامتك يا روحي سلامتك. تفتكر هترجع لك بعد كده تاني؟ مفيش حاجة هتخليها تيجي وتركع تحت رجليا إلا غيرتها من واحدة حبوبة زيك. وساعتها تطلب منها اللي أنت عايزه. فهمتيني. على فين يا ست هاني؟ على أي داهية؟ داهية؟ نعم؟ بقول لك وديني في أي داهية؟ الدواهي ما هي كتير يا ست هاني. تحب اوديكي انهي داهية؟ اوه اطلع بقى ما تنرفزنيش. هيحصل. ست العداد عمل 95 قرش. ان شاء الله يعمل 1000 جنيه. اطلع ولا تقفش لما اقولك. حاضر. اديني ورقه. اتفضلي. وقلم. يا ست هانم الحكايه مش عاوزه حساب، دول 95 قرش ومصفرين. مش عايزه كلام كتير. خدمه تانيه؟ اطلع. يا صبر ايوب. هنا يا اسطى. هنا على الكوبري؟ ايوه. حاضر. متين خمسة وثمانين قرش. خبر ست. الله. هتعملي ايه يا مجنونة؟ انت هتعملي ايه يا مجنونة؟ هتعملي ايه؟ انت مالكش دعوة بيا. هتعملي ايه وبعدين؟ والدي العزيز، لقد تسببت لك في كثير من المتاعب نتيجة لطيشي، ولكني لم أعد أتحمل الفراق عن مدحت رغم طلاقنا. لقد ذهبت إليه الليلة لكي أسترضيه، ولكني فوجئت بأن معه امرأة غيري، فقررت الانتحار حفظا لكرامتي ولكي تنتهي متاعب. ازيك دلوقتي؟ أري متأسف ما لقيتش غير الطريقة دي اللي حوشك بيها.
وتحشني ليه؟ تمنعني ليه؟ قريبي خطيبي حبيبي تدخل مشغول غيرك ليه يا بنت يا حشري؟ الله 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 الله، ايه الهجوم ده كله؟ البحر هو قدامك، اتفضلي انتحري. ايوه هنتحر من عندي فيك. اتفضلي. ايه خفتي؟ ايوه. ما خفتيش قبل كده ليه؟ ساعتها كان عندي قلب. ودلوقتي؟ دلوقتي انا جبان. طب بس 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 لا بس 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 بقى هتقطعي قلبي. بس 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 ليه ما نزلتنيش اموت نفسي واخلص؟ لو كنت سبتك ضميري كان يعذبني طول العمر. يعني عشان تريح ضميرك تقوم تسيبني في الدنيا اتعذب؟ بكره تعرف اني غلطان. استهانم الدنيا دي زي العربيه، دريكسيونها الامل، لو السواق سابه يعمل حادثه ويمكن يروح فيها، لكن لو ثبت فيه هيوصل لبر السلام. انت باين عليك غاوي فلسفه. ابدا، انا غاوي اعيش وبس. الدنيا حلوه قوي يا استهانم، خصوصا للي زيك. زي انا؟ انت اللهم صل على النبي حلوه وباين عليكي غنيه من عيله. اذا كانت الدنيا عكستك مره فانت لسه صغيره، يا ما هتضحك لك. اظن ده ملوش لزوم دلوقتي. متشكره قوي. عباس، محسوبك عباس. متشكره قوي يا استاذ عباس. العفو يا اميره هانم. لا مؤاخذه، اصلي قريته. اتفضلي يا ست. يا خبر، كيس الفلوس. ها؟ مفيش حاجة هنا. لازم وقع مني في النادي ولا على الكوبري. ثانية واحدة هبعت لك الفلوس. يا استهانم، الدنيا ما طرتش. اتفضلي انت ارتاحي وابقى افوت عليكي وقت تاني اخدها. متشكرة قوي. العفو. يعني على الصبر. أمير، كنت فين؟ كنت يا دادي، كنت عند مدحت. طبعا أنا سألت في البنك، قالوا لي إنك سحبتي 500 جنيه من حسابي، اديتهم له طبعا. وحياتك يا دادي ما اديته ولا مليم. عشان كده ضربك. لا مش هو اللي ضربني، ده سواق التاكسي. وسواق التاكسي ضربك ليه؟ عشان ايه؟ اتكلمي، هتنقطيني. اصله ما سابنيش انتحر. تنتحري؟ انت كنت عاوزه تنتحري؟ ايوه، كنت حرمي روحي في النيل. لا براو، عفارم عليكي، ربنا يكملك بعقلك. انا عارف ما متيش وريحتيني ليه؟ ده حته واد هلفوت يعمل فيكي كده. مدحت مش هلفوت يا دادي، ده واخد كونكور في التويست. لا، والاقسام بتاعه في الانجليزي سكر يا دادي. ما شاء الله. وغير كده ده شامبيون في الدوجو. الضغط الضغط يا عالم الضغط. البنت دي هتموتني. اسمعي، امشي اطلعي على اوضتك فوق. من هنا ورايح مفيش خروج، مفيش خروج، مفيش بص من الشبابيك، مفيش حاجه من دي ابدا. يلا امشي اطلعي على اوضتك، هسكنك هكتفك، ولو ادى الامر ان انا اذبحك هذبحك عشان ما تقابلهوش. يلا يلا اطلعي فوق. يلا فاطمة. نعم يا سيدي. اسمعي يا فاطمة، اطلعي وراها فوق احسن، تعمل في روحها حاجة. او النبي يا سيدي عندك حق. الضغط. عجبك اللي عمله فيا دادي؟ والنبي معاه حق يا ست اميرة. انت كمان ضدي يا فاطمة. ما هو انت يا ست اميرة اللي ما انتش عارفة مصلحة نفسك. بقى يطلقك مرتين ويسيبك ويروح لغيرك وبرضه عمالة تجري وراه. غصب عني يا فاطمة، غصب عني. الله يقطع الحب وسنين الحب. ده مش الحب. مش الحب؟ أمال بيسموا إيه الأيام دي؟ نار يا فاطمة نار. ليه بقى يا ست أميرة؟ ك...
كلامه مزيكا بتطير بيا في السماء، ولما بياخدني بين ايديا بتترعش، وايه كمان؟ وقلبي يفضل يدق وايه كمان؟ واتوه واروح في دنيا تانية. بس والنبي يا ستي بس احسن احبه انا كمان، ده انا كنت اموتك واموته هو كمان، وتبقى استفدت ايه بقى يا ستي لما يموت؟ هحنطه ايه واجيبه هنا في صندوق واحطه قدامي عشان محدش يشوفه غيري. تحنطيه؟ طب وايه الفايدة يا ستي؟ دي الرجالة حلاوتهم في شقاوتهم. حبيبي يا شقي، صباح الخير يا استهام. صباح النور. ان شاء الله تكون اعصابك النهارده كويس. الحمد لله. يا فاطمة. ايوه. الحساب كام؟ 305. اديني 3 جنيه ونص من اوضتي. حاضر. لا يا فندم انا مش جاي عشان كده، انا جاي عشان ارد الامانه. المحفظه دي لقيتها في التاكسي. الله. لكن مفيش لكن ولا حاجه، 100 جنيه ما نقصوش ولا مليم واحد. احنا بتوع لكن. انا مش قصدي، بس امال ايه قصدك؟ قولي بسرعه. الصوره بتاعتي كانت هنا ومش موجوده. وريني. لازم وقعت عندي، هبقى ادور عليها واجيبها لك. يا استهانم استهانم، خليها بتوع لكن احنا. هلو أميرة، روح على البنت يا أميرة. I love you baby. I love you. I love you. I love you. رد على التليفون. ارد اقول ايه؟ قول اني مش موجوده. ايوه لكن. لكن ايه؟ تعالى. الو اميره هانم؟ لا والله اميره هانم بتقول انها مش موجوده. بيسالني اطلع مين؟ قول له واحد. واحد؟ واحد راجل؟ امال يعني واحد شاي؟ حمار؟ ده بقول لي يا حمار. معلش ده يا استهانم. انت اللي حمار وقليل الادب كمان. طب لو جدع كده اديني نمرتك. لا 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 لا، كله الا الاب والام، مفيش لزوم لقله الحياه، احسن بعدين اسبخ لك. اسمع، قفل السكه المغفل. ايه ده استهان؟ ازاي تعرفي ناس بالشكل ده؟ يطلع مين يا فندي ده؟ ده بيبي. بيبي؟ بيبي ده ايه؟ شوجر. ويطلع ايه سي شوجر ده؟ طليقي. يا خبر اسود، انا اسف قوي يا استهانم، انا في غايه الاسف، انا غلطان يا شوكر. ما كانش لازم انرفز سعادته ابدا. انت نرفزته؟ غصب عني والله يا استهانم. برافو. انا حسيت انه هيفرقع من نرفزه. هايل هايل، ده زمانه فرقع فعلا. اكسلنت. الفلوس يا ست هانم. اتنرفز يا فاطمه، مين هتتنرفز؟ هفارم عليك يا ست. مش انا اللي نرفزته، ده هو. والنبي ينفع يا ستي؟ ينفع؟ ينفع لإيه؟ للفلفل، للشطة. اللي قادر ينرفز مدحت بيه مرة قادر يشعلله لغاية ما يجيبه على ملا وشه. يعني قصدك يشتغل عندنا. اتفضل استريح. قولي بقى بتكسب كام في الشهر؟ والله مش دايما يا استهانم، بالتقريب كده قيمة 40 جنيه في الشهر، وساعات بقى ربنا يفتحها على البونديرا و بيكسب 40 جنيه في الشهر. ادفعي له 60. ها؟ طيب اتفضل اقعد اقعد، ما تتعبش نفسك. هدفع لك 80 جنيه في الشهر. لا 60. 60 تبقى انت. 100. هدفع لك 100 جنيه في الشهر وتشتغل عندي. يا استهانم انا ما احبش الوظايف، انا اول ما خدت دبلوم الصنايع جات لي وظيفه رفضتها، ما احبش حد يتريس عليا، ما فيش احسن من الاعمال الحره. لكن دي شغله كويسه قوي يا استهانم. انا عارف شغل الملاكي. لا لا لا، انت مش هتشتغل سواق. امال هشتغل ايه؟ ميكانيكي؟ لا لا. امال هشتغل ايه بقى؟ هتشتغل
عليلاتي. مش عليلاتي؟ هتشتغل عندنا مش عليلاتي. اذا كان مش عليلاتي. نعم ايوه، اصلي انا عاوزه بيبي يغير. بيبي؟ شجر؟ ايوه. طب ما يغير وانا حايشه. لا ما هو انت اللي. انا سواق، سواق وبس. انا هفهمك. مش عاوز افهم. استنى بس. ما استناش، المحفظه اهي والصوره هجيلك بكره. سلام عليكم. دقيقه واحده يا استهاني، ببعد عني عشان خاطري. بص وزير الدنيا حر. والنبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. مين ده؟ ده يا سيدي ده الدول سمتها مش كده؟ اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا الف مرحبا. حضرته يا دادي يبقى عارفه طبعا. والله لو سمحت توصل له دول. ايوه. ايه ده يا استهاني؟ يا دادي انت فاكره مين؟ عارفه طبعا، هيكون مين؟ مرسال سمتحة الزفت. لا ده عباس بيه. عباس بيه؟ ان شاء الله تكون الخديوي عباس. يا دادي ده عباس بيه جوز كوثر، كوثر صاحبتي. جوز كوثر؟ كوثر؟ ايوه يا دادي. انا متاسف جدا يا ابني، لان مدحة الزفت ده كل يوم يبعت لي مرسال شكل، لغايه ما الحكايه دي جابت لي ضغط. لا سلامتك يا سعاده البيه، انا عاوز اقول لحضرتك ان كوثر دي جايه. عايز اقول لك يا دادي ان كوثر جايه بكره، اصل انا بعت لها عشان تيجي تقضي معانا كام يوم. برضو واجب يا بنتي، مش يمكن تنسيكي مدحة الزفت ده. اتفضل يا ابني اتفضل. ايوه عم الحاج، اصل كوثر. كوثر بتسلم عليك قوي يا دادي. الله يسلمك ويسلمها يا ابني. اتفضل اتفضل يا عباس بيه اتفضل. هلو. الو افندم، يلزم خدمه. ايه يا ميرا ده تقفلي السكه في وشي ليه؟ روح. مش عايزه تسمعي صوتي يا بل. ايه خايفه مني؟ اوكي طيب روحي. طيب تتنرفزيش ابدا يا روحي، ما تتنرفزيش. انا مش متنرفزه، انا اعصابي هاديه جدا. مين قالك ان انا متنرفزه؟ ومين قالك تكلمني؟ مين قالك تسال عليا؟ مين الست اللي جت معاك امبارح؟ مش هقولك عليه، مش هقولك الا لما اعرف مين الراجل اللي رد عليا من شويه. مش هقولك، لا يمكن اقولك ان اللي رد عليك ده يبقى خطيبي. يو دونت سي. لا مبروك، كونجراتوليشنز يا بيبي. ويا ترى بقى كده دادي اشتراهولك بكام؟ اسمعي بقى، انا الليله دي موجود في الاوبرش، لا يعني يهمني ان انا اقابله، يمكن يا ستي يستفيد من خبرتي. انت سافل، اوعى تكلمني بعد كده. والله لو جالي كناس لاجوزها له، بس اما تخلص مده عدتها. مش للدرجه دي يا عم الحاج. ما هو اصلا انا لو ما عملتش كده هترجع له تاني. امنحها. ما اقدرش، اصله ولد دحلاب، تصور انها كانت هتنتحر علشانه امبارح. ايه وحياتك كده، لولا ربنا بعت لها واحد سواق تاكسي ابن حلال كانت خلصت. في الحقيقه لولا الروسيه اللي خدتها كانت عملتها. الله، انت عرفت الحكايه؟ ما هو اصلها هي اللي حكت لي. دادي اقول لك على حاجه حلوه قوي يا دادي. مش معقول، انت بيجي منك الا المر. لا والنبي يا دادي، دي حلوه بصحيح. طب ايه هي؟ سواق التاكسي بتاع امبارح. مال مش جاب لي الشنطه وفيها الفلوس؟ ال 100 جنيه؟ ايوه. الله، طب مش كان واجب تقولي لي عشان اتشكر له؟ اصله وداها الاسم يا دادي. يا سلام، يا ما نفسي الاقي راجل كامل زي ده تحت ايدي. طب ما طلبتيش منه انه يشتغل عندنا ليه؟ طلبت منه يا دادي ومش موافق. لازم المهية ما عجبتوش. انا مستعد ادفع له اللي هو عايزه، بس يوافق. ولو مش هيوافق. ليه؟ دي شغلانة صعبة الحاج. ازاي بقى؟ اصلا عارف الجماعة السواقين دول كرامتهم بالدنيا. يا ابني كرامته محفوظة. احنا ناس بنحترم جدا كل اللي بيشتغلوا عندنا. قول له يا دادي قول له. انا مستعد اروح له القسم بنفسي واتشكر له وافهمه الحكايه دي على حقيقتها. بلاش يا دادي بلاش. بلاش ليه؟ ما فيش لزوم، احنا هنفهمه. كده؟ طب المكافاه، اوعي تنسي تدي له المكافاه. حاضر يا دادي. خلاص؟ عباس بيه. عباس بيه. مين؟ انا؟ اتفضل.
ايه اللي عملتيه ده يا استهان؟ عملت ايه؟ كل ده ما عملتيش حاجه. حصل ايه بس؟ اولا عملتيلي بيه. طب وماله فيها حاجه دي؟ بلاش دي، جوزتيني واحده معرفهاش ولا عمري شفتها. وايه يعني؟ ايه يعني ازاي تكذب كذب؟ ما انا ما كنتش عايزه دادي يعرف انك السواق. ماله السواق؟ وحش السواق. ابدا ابدا، بس يعني انا كنت فاكراك هتوافق على الوظيفه اللي قلت لك عليها. اه وظيفه الشوجر ده. شوجر. شوجر؟ طب وحكايه الاسم ده هنعمل فيها ايه؟ امال كنت عايزني اخرج ازاي؟ طب اديكي خرجتي، تقدري تفهمين احنا رايحين فين؟ هنروح الاوبرش. الاوبرش؟ الف سلامة. عباس. نعم. هتسيبني لوحدي يا هانم؟ انا مالي ومالك بس؟ افرض ان ليك اخت. ما افرضش. افرض بس. فرضنا يعني كان واجب برضو تسيبها تخرج لوحدها. بصراحة بصراحة كنت اقطم رقبتها. ليه؟ هو عيب لما البنت تسهر؟ لا مش عيب، بس انا اخلاقي ربطت على كده. مش ممكن تغيرها. واغيرها ليه؟ عشان خاطري. لا. ليلة واحدة بس. ولا نص ساعة. تعرف لو سبتني ضميرك هيعذبك وهتخش النار. وشرفك باين في عينيك انك شهم. انا؟ ايوه وشجاع. ما هو ما يخلصكش عصفورة صغنطوطة زيي تقعد لوحدها في وسط الذئاب. ايوه بس قول ايوه. اصل يعني اعمل معروف. ما هو والنبي. اخ اللهم صل عليك يا نبي. تفضل. تشرب ايه؟ ويسكي. ازازة ويسكي من فضلك. حاضر يا فندم. بس انا ما بشربش. اتعلم ولعمس الناس تضحك علينا. لا بتعلم. انا عارف اتلمت على القفا ده منين. صراحة مش بطل ابدا. دارلي. ايه مالك؟ لا بس اصلي متاخد شوية. من ايه؟ من الحلم اللي انا فيه ده. مين قال انك في حلم؟ مش ممكن يبقى حية. ليه لا؟ هانم تعزم سواق وتسهر معاه قدام الخلق دي كلها؟ مش معقول. ده انا لو حكيت الحكايه دي لاصحابي في القهوه محدش يصدقني. اصلهم مش شايفينك بعناية. وانتي شايفه ايه يا استا هانم؟ دمك خفيف موت. ده بس من اصلك يا مشاهد. وكلامك حلو. كتر خيرك. ولذيذ وطعم زي البونبوني. لا لا كفايه كده يا استهانة. يا ريتني قابلتك من زمان. يا بركة دعاك يا ام. بيتهيألي ان كان هيحصل حاجات كتير. لا دي القعدة هتحلو. يا باشا يا باشا انت يا حلو. لا صحتك. ويت دارلينج. ايه ده؟ ايه الجمال ده كله يا روح؟ صحيح. يا سلام انت الليله دي اجمل من القمر يا روح. يا خسارة. يا ريتني قابلتك من زمان. يا ريت. كان حصل ايه؟ كنت عشت اسعد ايام حياتي، ايام ما شفتهاش مع مراتي القديمة. يا حبيبي دال. الافندي ده مكلمانجي بشكل. تفتكر؟ عمال يسرح بالبنية. مش عرفك. عيب ده انا افهمها وهي طايرة. يا ريته كان بيفهم زيك. هو مين؟ جوزي القديم. ماله؟ غبي بشكل. تمام. وانت شرفك. في حد ربنا ينعم عليه بالجمال ده ويفرط فيه. ده انا لو كنت يعني لو كنت ايه؟ لو كنت مطرحه كنت عملت ايه؟ كنت عملت لك قصر من الذهب وقفلت عليك المفتاح وشلت جوه عينيا عشان محدش غيري يشوفك. ياه للدرجة دي؟ واكتر. ده انت يا استهانم ولا على ايه؟ ضروري عارفة نفسك انك حلوة.
امال ما خدش باله ليه؟ عمار تعالي نرقص. قوم بينا نرقص. ماليش فيها استهانة. انا هعلمك. ما هو اصلي والنبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. بلاش استهانم، الدنيا حر. اصول الرقص كده. اه طيب نمشي بقى حسب الاصول. بردون. يلا بينا نروح. نروح على التراس. نروح. الله مبسوط يا عباس؟ أوي. طب ما تقول حاجة. حاجة؟ أيوه. زي إيه؟ أي حاجة. يناير فبراير مارس إبريل رجعت شعبان بالعياد الوقفة وبعدين بس اللي... بس 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 لا في واحد يقول لوحدة الكلام ده وهم واقفين في ضوء القمر. لا مؤاخذة استهانم، أصل الخمرة لطشتني. حك على إيه؟ على البوسة. ان ما كانتش عجبتك نبوس تاني. لا 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 كويس كده قوي. احنا في الخدمه. يلا نروح. اتفضلي. باين عليك مبسوط قوي. مين ما اتبسطش بعد سهره حلوه زي دي؟ يعني وافقت على ايه؟ على انك تسهر معايا كل ليله. ايوه بس بس ايه؟ هدفع لك كل شهر 100 جنيه. يا استهان انا مستعد اصرف دم قلبي بس اقعد معاك كل ليله، انما اصل الشغلانه دي وحياتي انا ما حد هيحميني منه غيرك. من مين؟ مدحت. حد؟ ايوه مش عارفه، كل ما بشوفه بحس اني بضعف قدامه. ما حدش هيشجعني على اني ابعد عنه غيرك انت. انا؟ ايوه انت. لو كنت بتحبيه لا انا ولا 10 زي يقدروا يحشوك عنه. تقدر حتى لو لزم الامر انك تضربني تشتمني، المهم انك تبعدني عنه. استهانم انا ايدي تقيله قوي مش هتستحمليها. انا مستعد استحمل اي حاجه. ايوه اصل اعمل معروف. ايوه بس يعني عشان خاطري بقول لو والنبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي. بوسه هي اجمل ام في الدنيا. عباس انت سكران يا عباس. لا انا مبسوط انا فرحان. لا وانت الصادق بدنجان. والنبي بوسه يابا. يا بس سيبني يا بان. ده اوكازيون الحقي نفسك، في ناس بتدفع لي فلوس عشان ابوسها. قصدك بسلامتها اللي وصلتها دلوقتي؟ هي يا اما صاحبه المحفظه لقيتها عندي في التاكسي. يا سلام يا اما، ظريفه بشكل، حلوه بشكل، نبيها بشكل. تصوري انها قالت عليا شق من اول قعده. ازاي؟ من عينيا. ايه؟ بص في عينيا يا اما، شايفه؟ مالها عليك يا واد؟ حمرا. ايه؟ ما هي دي العين الحمرا اللي بيقولوا عليها. اصل انا حمش. هي برضه اللي قالت لك كده؟ وقالت لي كمان ان انا لذيذ زي البونبوني. زي البونبوني؟ والبونبوني ده هناكله بعد ما تسيب التاكسي والدور تتحنجل وراها. لا انا هشتغل عندها. سواق؟ لا مش عليلاتي. ايه؟ دي شغلانه كويسه قوي، هتدفع لي 100 جنيه في الشهر. والتاكسي؟ هشغل عليه صاحبي الاستاذ محروس. يا خابي دي ذمته اوسع من رحمه ربنا. لا ما انا هبقى فاتش عليه بالنهار وبالليل بقى هسهر معاها، اتكلم معاها، ارقص معاها. بس ما في شغلانه احلى من كده يا امه. ما تيجي تسالي معايا. مش عليلاتيه؟ والنبي انت اتحسدت،
انا لازم ابخرك في صلاه الجمعه. قال مش علي لاتي قال انا ولا فخر درجه رابعه ومرشح هاخد التالته. ما شاء الله ما شاء الله، ده غير 20 فدان ورثتهم عن المرحومه ننتي الله يرحمها ويحسن اليها. بابا بيبعت لي كل شهر 25 جنيه اعانه، هيزيدوا ال 50 ان شاء الله بعد الجواز، وجنيه لكل عيل. يا استاذ محمود انا كل اللي يهمني ان اجوز بنتي الراجل حمش. انا ولا فخر راجل حمش من يومي. سيادتك لو كنت شفتني وانا عيل صغير ما كنتش هتصدق ابدا ان الولد الشقي الصغير ده اللي اسمه محمود ابو الروس هيبقى في يوم من الايام رئيس قسم المشتريات في مصلحه المجاري. مش كده ولا ايه؟ اهلا وسهلا اميره هانم. خلي الصينيه عندك يا فاطمه. فاطمه؟ ايوه دي فاطمه الخدامه بتاعتنا يا استاذ محمود. ايه لا مؤاخذه، ازيك يا شاطره؟ تسلم يا اختي. والعروسه؟ على كل حال كلها 10 ايام والعده بتاعتها تخلص وتبقى حره ان شاء الله. ياه 10 ايام مره واحده؟ قد كده مشتاق لها؟ جدا والله، اصل انا ولا فخر راجل عاطفي سنتيمنتال. على كل حال سيب المساله دي للظروف يا استاذ محمود. متشكر متشكر جدا يا عمي. اهلا وسهلا اميره هانم. اهلا وسهلا. دي مش اميره، ده كرسي يا استاذ محمود. ايه لا مؤاخذه لا مؤاخذه. حاسب حاسب. اهلا وسهلا، فرصه سعيده يا اميره هانم. لا دي مش اميره، دي كوثر صاحبتي. ايوه برضه فرصه سعيده. اهلا وسهلا. معلش معقول ابدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا عمي. اهلا وسهلا. امال فين اميرة؟ موجودة. او زيها دلوقتي يا عمي. الحمد لله والفضل كله لجوزي. جوزي؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عمي؟ ايوه جوز. عباس بيه تعالى سلم على مراتك. مراتي؟ أميرة ما تيجي تشوفي كوثر وجوزها واقفين زي 70 قصر النيل كده ليه؟ كوثر؟ أهلا كوثر، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. يا أميرة باباكي بيقول إيه؟ بعدين بعدين، تعالي سلمي على جوزك الأول. مش تسلم على مراتك يا عباس بيه؟ إيه أنت عارفة. تصور يا دادي إنهم بيتكسفوا. يتكسفوا؟ أيوة، أصلهم بيحبوا بعض قوي، ولما بيتقابلوا كل واحد فيهم بيبقى عاوز ياخد التاني بالحضن، بس لما بيشوفوا حد غريب بيتكسفوا. وهو في حد غريب هنا؟ يلا يلا خدوا راحتكم يا أولاد. بوس مراتك يا عباس بيه. ما هو بس يا عم. بوس. أيوة. لا لا ما أقدرش، أنا لسه تعبانة عشان جاية من السفر. طب قولي لي شنطك فين؟ في الأوتيل. ده ما يمكنش أبدا، أنتوا هتقعدوا معانا هنا على طول. أوتيل إيه؟ مش ممكن يا عمي. هو ايه اللي مش ممكن؟ قصدها تقول لك يا دادي انها مش ممكن تنزل في اوتيل وبيتنا موجود، مش كده يا كوثر؟ تمام ها؟ اطلعي بقى استريحي لك شويه. طيب عن اذنك يا عمي عشان استريح. اتفضلي. بقى تأجري واحد علشان يحميكي من جوزك. انا ما خسرتش حاجه، بالعكس انا اللي كسبانه. علشان خليتيه غير لما شافك معاه. طبعا. انت عارفه بقى خسرتي ايه يا حبيبتي؟ ايه؟ متحف. مدحت اخسره ليه؟ أول ما نزلت مصر رحت له البيت. إيه؟ وقال لك إيه؟ ولا حاجة؟ ما قالكيش حاجة أبداً؟ كل اللي عمله هو وراني إزازة. إزازة إيه؟ سم. سم؟ وحالف إنه هيشربها إن ما رجعتلوش. كوثر، أنت بتتكلمي جد؟ هو يعني ههزر كمان في المسائل دي يا أميرة؟ كوثر. وشري؟ لو مدحت عمل حاجة في نفسه أتجنن. أنت السبب. ده انا كنت موت روحي. هيكون سبب، انا لازم اشوفه لازم امنعه. طب يلا بينا قبل ما يكون عملها. ما تقوليش كده ما تقوليش كده. طب يا حبيبتي روقي نفسك. يلا بينا يلا بينا. طب ودادي ماله؟ يمكن يشك اني رايحه قبله. يشك فيك انت لكن ما يشكش فيا انا. طب هتقولي له ايه؟ هقول له اللي احنا رايحين عيد ميلاد نوال اختي كوكي.
عيد ميلاد نوال اختك بعد شهرين. نقدمه يا فندم عشان خاطر حضرتك، احنا عندنا كام اميره. يا سلام على افكارك الهايله. لكن عباس ماله؟ يمكن ما يوافقش. مش ممكن، لازم تحضري الحفله دي. مفيش لزوم يا انكل، دي اخت مراتك يا عباس. اصلنا زعلانين مع بعض. طب ما هي دي احسن فرصه عشان تصطلح. لا بلاش بلاش. بلاش ليه بس؟ ما انت عارفه. الله، ايه الحكايه بالظبط يا عباس؟ بالظبط بالظبط. ايوه. قول يا عباس. في الحقيقه انا خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ من جوزها الاولاني. هي كانت متجوزه قبل كده؟ ايوه، وكانت بتحبه قوي. لا ما هي خلاص نسيته. مش عرفني، مش يمكن تحلله الليله دي اول ما تشوفه؟ شايف يا عمي بيشك فيا ازاي؟ لا لا يا عباس يا ابني، كوثر عقله ومش ممكن تعمل حاجه تزعلك ابدا. ايه رايك يا اميره هاني؟ والله ديدي معاها حق. يعني مش هتزعلني؟ اوعدك انها مش هتزعلك. وانا مصدقك. الحمد لله. انا هقوم بقى اغسل ايديا. خدني معاك يا عم. اوعى تكوني زعلت مني. لا ابدا ما هزعل ليه؟ عشان الكلام البايخ اللي انا قلته ده. لا انا بس قلبي عليكي. متشكر قوي. مستعد انفذ اللي اتفقنا عليه. صحيح. ايوه انا ايه انت ايه؟ انا مستعد اعمل اي حاجه عشان خاطرك. انت لذيذ قوي وطعم قوي زي البونبوني. الله يكبر بخاطرك يا استهانة. عن اذنك. ايه هتروح فين؟ اغير هدومي عشان الحفله. طب بس اوعى تتاخر. هو اتفضل يا امير. اهلا اهلا يا نوال. اهلا يا نوال. ازيك يا حبيبتي؟ يا حبيبتي كمان يا روحي. كل سنه وانت طيبه. ميرسي قوي. نوال اختي عباس بيه. اهلا وسهلا. عباس بيه خطيب امير. اهلا وسهلا. تشرفنا يا عباس بيه. الله يشرف مقدارك. كل سنه وانت طيبه. ميرسي. اتفضلي حاجه كده على مؤسف. مستر يو. عن اذنك يا روحي اتفضلي. برافو كوثر، برافو عليك. والثلاث فساتين؟ لا احنا اتفقنا على اتنين بس. لا انا ما كنتش عارفه ان انا هتعب بالشكل ده عبال ما اجيب. على كل حال يا ستي حلال عليك، بكره يكونوا عندك الثلاث فساتين يا روحي. هلال شوف شغل كبش. مين؟ أميرة؟ مش معقول. أهلا يا جلال. إيه الظروف السعيدة دي؟ بشرف افتكرتك من دقيقة واحدة بس، أول ما سمعت التانجو الجميل ده. تانجو أميرة. صحيح؟ إيه؟ يا هوجا. هوجا. عباس دي خطيب أميرة. تشرفنا. تسمح لي يا إكسلانس؟ أوي أوي أوي. يلا يا أمور، يلا حبيبتي. انا ما عادليش قيمه عندك ولا ايه؟ هيك تكون فاكر بحق وحقيقي انها خطيبتك. وهي لو خطيبتي بحق وحقيقي وقامت ترقص مع واحد كنت قطمت رقبتها. بلدي. اسم الله عليك يا شغل بره. مدحت في الصالون. مدحت؟ اتقلم مال. بعدين اللوح هياخد باله. ايه ده؟ انا هفضل قاعد كده زي اللوح. ما تقوم ترقص. ما اعرفش. اعلمك. انا راجل بلدي ما احبش قله القيمه. كيف؟ خلصت؟ يلا بينا. على فين؟ نقل قيمتنا شوية. ايه؟ تعلمين الرقص. ده كان كده معلش. ايه؟ مش هنا، تعالى في التراس جوه عشان محدش ياخد باله اللي انا بعلمك. يلا. بصي لي بقى هنا اهو، بص هعلمك الرقص. بص هاتي واحد اتنين هنا اهو واحد. يلا اعمل زي واحد اتنين. يا اخي مش كده هنا اهو. بص لي، بص رجليا تحت. واحد اتنين. يا راح هنا اهو ده. ميرا تعالى. افندم عايز مني ايه؟ عايز اشوفك يا روحي. اديك شفتني. سيب ايدي ما تلمسنيش.
sugar baby. I love you, I love you, I love you. Oh, darling. Oh, baby, darling. خاين. أنا؟ أيوة. مين اللي كانت معاك امبارح؟ آه دي واحدة. حبيبتك الجديدة. ميرة، أنت عارفة أنا عمري ما حبيت حد غيرك. أمال كنت سهرة معاها ليه؟ دي بقى كده زي ما تقولي ظروف. إيه هي؟ مفيش داعي تعرفيها منها. لا، يبقى بتحبها؟ ميرة، ما أقدرش أقول لك إني مضطر أسهر معاها عشان. عشان إيه؟ ما أقدرش أقول لك. I can't. أول نسيت. لازم أعرف، لازم. عشان نستلف منها مبلغ كبير. بس كده؟ اعمل ايه يا ميرا بس يا حبيبتي؟ اعمل ايه؟ لو ما طوعتهاش مش عارف تعمل فيا ايه. طب هتعمل ايه صحيح؟ مفيش قدامي غير حلين للمشكله اللي انا فيها دي. ايه هم؟ انتحر، يشتغل. تشتغل انت؟ تشتغل يا بيبي. اعمل ايه بس يا ميرا؟ اعمل ايه يا روحي؟ اعمل ايه؟ تشتغل وتنزل الصبح من البيت وتركب اتوبيس وتبقى زي بقية الناس؟ مفيش حل غير كده يا ميرة. لا، في يعني عايزاني انتحر يا ميرة؟ بعد الشر عليك يا دوحة، ما تقولش كده. امال اعمل ايه بس يا ميرة؟ اعمل ايه؟ ادفع لك انا الديون اللي عليك. امبوسيبل. مش ممكن يا ميرة، امبوسيبل. لا بس يا بيبي، ما هو لو دادي عرف يا ميرة هيفتكر اني طمعان في فلوسك. دادي مش هيعرف، انا هديلك من فلوسي. برضه مش ممكن، امبوسيبل يا ميرة، امبوسيبل. نو نو نو. ارجوك يا دوحة. يا سلام عليك يا ميرة، كفاية روح اللي دفعتيهولي قبل كده. انا ما تهمنيش الفلوس، كل اللي يهمني انت، عاوزاك تكون ليا، ليا لوحدي. يا سلام عليك يا روحي انت، يا قطة انت. لا لا، صعبة مش كده؟ طيب طيب، تعالى هنا ارقص. ارقص يا حبيبي. بلاش اللعبة دي بقى. ايه اصول الرقص كده؟ ما تخافش. اسمعي بقى، انت دلوقتي تنزلي من سلم الخدامين وانا حصلك انا وجلال ورقفة ونروح المأذون على طول. اوكي بيبي؟ كمان. ايه مال؟ لعب. ايه هو اللي لعب؟ الفار. ها؟ يا ماما، انا فار. الفار اللي في عبي. عن اذنك. اميره فين؟ اميره؟ استنى كده. معيش. انت اميره فين؟ فتشني يا اخي. الله، هتتكلم ولا اخلص عليك؟ اوعى كده. انت فين اميره؟ هربت. هربت مع مين؟ مع مدحت. كان هنا. لا، المغفل. اتفضلي قدامي. ماشي، اتفضلي. مستنيه حد؟ ايوه مستنيه. تمالك يا اخي؟ يا كلم يا بارد يا ابو دم تقيل. ليه؟ مش كنت طعم ولذيذ وزي البونبوني؟ نعم. انت وحمش وعندي اخلاق. اوعى تسيب ايدي. وشهم، وانا اللي بحميكي. اوه، تلمسنيش. اخص اخص عليكي. اوعى تطول لسانك، انا بقول لك اهو. حرام عليك يا استهانم، ليه كده بس؟ كنت عايش في امان الله وعارف قيمه نفسي. هوشتيني، شقلبت كياني، كنت حطير من السعاده. طلعتني فوق فوق في سابع السماء، وبعدين خليتي بيا. انت ما عندكيش قلب. أنا مش مسؤولة. ليه؟ مش ده كلامك؟ أنت اللي فهمته غلط. أنا أستاهل. قلبي الطيب، إنسانيتي، هما اللي خلوني أصدقك. لكن أنت خسارة فيك الكلمة الطيبة. قدامي، قدامي. مدحت. هو ده مدحت؟ أي. أهلا بابن أم مدحت. أوه أوه بليز. أنت خفت؟ يس. طب خش. متحبس يا متوحش. ابو
زبط الراجل اللي قاعد فوق زي طول الله في برسيمه. دادي. ايوه يا اختي دادي. هتقول له ايه؟ هقول له كل حاجه. اولا مش جوز الست، ثانيا انك شفت مدحت للادي. لا ده كان يموتني. احسن. وهون عليك. ما تقوليش ليه؟ قربتي؟ خطبتي؟ حبيبتي؟ عباس انت عاوز تودينا في داهيه؟ وليه لا؟ صبركوا عليا، ان ما كنت اطلع على جدتكم البلد. عباس حوايدك. سامحني. ما ينفعش. انا غلطانه. ولو. ومتاسفه. ابدا. هقول يعني هقول. يا حاج بتزعقوا ليه يا اولاد؟ ايه الحكايه؟ ما ترد يا أميرة هاني، ما كنت بتتكلمي زي البربان دلوقتي. الله، إيه اللي حصل يا أميرة؟ يا دادي كوثر وعباس متخانقين. صحيح يا عباس؟ أيوه. ليه حصل إيه؟ أصل الهانم كانت عاوزة تهرب مع جوزها القديم. صحيح يا كوثر؟ أبدا يا دادي أبدا، هي كانت عايزة تغيظ عباس بس. مظبوط كده يا عمي. إيه؟ وسلم الخدامين والجراش. جراش؟ جراش ايه؟ كانت مستنياه في جراش العماره. كانت عايزه تقول له يبعد عنها ولا يكلمهاش لما يقابلها. مظبوط مظبوط كده يا عمي. كدابه. لا مش كدابه. وبكحة كمان. الله. يا بنتي انت تقدري لما تشوفيه في حته تعملي روحك مش شايفاه؟ لازم برضو تراعي كرامه جوزك. ايوه الكرامه. تراعي كرامه جوزك مش تبطشي بجوزك وتهزقي في جوزك. الكرامة الكرامة يا عدمات الكرامة. سموها بقى. وانا اللي بقول انك هتعقلي اميرة اهي طلعت اعقل مني. ايوه اعقل منك. اتعلمي منها. اتعلمي يا اخت اتعلمي. ايوه لازم تنسيها كوثر زي اميرة ما نسيت مدحت. ايوه زي اميرة ما نسيت مدحت. دي نسيته بشكل يا عمي. سألنا انا. وحياتي انا يا دادي نسيته خلاص. يلا يلا يا كوثر اخذي الشيطان وصالح جوزك. ها حقك عليا. لا ما ينفعش كده. بوسي جوزك. يلا يا عمي ما يصحش يا عباس. بوسها بقى. يلا يلا بنفسي بقى هنا. كفايه كده. يلا يا اولاد يلا يلا اطلعوا على فوق. يلا 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 على فوق. نعمل ايه يا انكل؟ تنام تنام تنام. لكن انا مش جاي لي نوم. الله ما هو عباس هينيم يا عمي. ما اميره. الله يلا بقى. وبعدين انت هتزودي لي الضغط ولا ايه؟ اميره عباس. يلا ما انت شايفه الضغط بتاع ابوكي. اعمل ايه للضغط بتاع ابوكي؟ اعمل له ايه؟ الضغط بتاع ابوكي. يلا يا اولاد يلا ناموا بقى. تصبحوا على خير. انا عمري في حياتي ما شفت بني ادم زيك ابدا. أنا اللي لفيت كتير وقليل، ما وردش عليا عينات بالشكل ده. مش عاجبينك في إيه يا حضرة البيل شوفير؟ الشوفير؟ ماله يا أختي الشوفير؟ على الأقل حياته ما فيهاش كدب ولا خداع زيكم. مرة تعملوني جوزك، ومرة تعملوني خطيبها، برجلتونا الله يدوركم. أيوة. الغطا. يا ربنا ما يحرمش منك يا مراتي. يا حبيبتي. ربنا خلصني منكم على خير. طب ما تمشي يا اخي. حد ماسكك؟ ايه اللي مقعدك؟ انا اديت كلمه مش ممكن ارجع فيها. تروح صاحبه الشأن وعاوزه ترجع لجوزها تبقى تمشي كلمتك عليها. الاتفاق كده. ان كنت فاكر انك هتاثر عليها وتخليها تحبك تبقى بتحلم. انا خليها تحبني؟ حد يجيب لي نفس وجع القلب والصداع ده. انا نفسي ومنى عيني اخنقها واخنقك. يا مراتي يا حبيبتي ان شاء الله تعيشي نفسها. ايوه كده المخدة. تسمح بقى تتفضل. على فين؟ شوف لك حته تنام فيها. انا هنام هنا. طب وانا؟ انت تشوف لك حته تنامي فيها. يعني عايزني اخرج من الاوضه؟ تحسبيني في ايه؟ انت مش بتقول انك بني ادم وبتحس وعندك قلب؟ هيا يا اختي اعملي يوم عليا. الدحليبي الدحليبي. والنبي والنبي انت كمان. تعال. حاضر. بص تمام هنا اهو. اه يا صنف نمرود يخاف ما يختشيش. يا
أميرة اللي جيت لك في وقت زي ده، لكن غصب عني. مسكين مسكين. مين؟ مدحت. ماله؟ جاله انهيار عصبي. وهو فين دلوقتي؟ أنا نصحته إنه يسافر الغردقة يقعد له يومين لحد أعصابه ما ترتاح، ولو إني متأكدة إن مش ممكن يرتاح إلا إذا سافرتي له. أسافر له ويردك هناك وتقضوا شهر عسل جديد وتنسوا كل المشاكل اللي حصلت لكم. موافقة؟ موافقة طبعا. طب ودادي والجدع الريز اللي اسمه عباس ده اعمل فيهم ايه؟ ولا يهمني، بكره الصبح هبعت تلغراف لكوثر اختي واقول لها ان بابا مات، وطبعا مش ممكن هيرفضوا انك تسافري معايا عشان تحضري العزاء. والله فكره. الصيف كان استنى للشتاء وكمان بتهزر. عيط بقى عيط. عيط ايه؟ مش احنا كده اللي مات؟ ايه الحكايه يا ولاد؟ حمايا مات مات يا عمي مات. لا حول الله. الباقيه في حياتك يا كوثر. حياتك الباقيه يا عم. والله لولا اني مشغول كنت سافرت معاك اسكندريه. خيرك. انما بقى البركه في عباس. ما اقدرش ما اقدرش استحمل يا عم. يعني تسيب كوثر تسافر لوحدها؟ اسافر انا معاها يا دادي. برضو واجب يا بنتي. واجب يا بنتي واجب يا حبيبي يا حمايا. المسافه من هنا للسخنه قد ايه؟ ساعتين. أوه. احنا لازم نوصل بسرعة. على مهلك يا عمورة الدنيا مش حاطين. انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي عز معاكم. بصفتك ايه؟ بصفتي جوز الهانم. انت جننت؟ عايزني اقول لاهلي انك جوزي؟ معلش بلاش دي، قول لهم ان انا خطيب الست. ودي مناسبة برضه اقول لهم فيها كده؟ مالها المناسبة؟ وفي احلى من دي مناسبة؟ بأمارة ده. ايه؟ هتخرجي ورا المرحوم بالمايوه؟ اما انك تلم حقيقي، انت لازق لنا كده ليه؟ من فضلك ما تتدخليش بينا، مستخدم بيتكلم مع الست اللي بتشغله. وانا يا سيدي استغنيت عن خدماتها. ايه مش يمكن سمت حد يحضر الميتم وساعتها تدوري عليا عشان احميكي منه؟ لا مش جاي. ايه يبقى انت رايحه له. يوه يا استهانه ما انش مختوم على قفايا. التلغراف ده مبعوث من مصر مش من اسكندريه. وايه يعني؟ ويعني ايه؟ دي لعبه متوضبه عشان تقابلي مدحت بيه في الغردقه. وانت مالك؟ الله والاتفاق. لغيته. لكن انا ما لغيتوش. هدفع لك مهيتك. مش عاوزها. ادفع لك تعويض. ولا مليون جنيه. لا بس اعمل لك ايه يا اخي؟ ترجع معايا دلوقتي على البيت. مش راجع. هترجع غصب عنك. يا عسكري يا شوالي. بلاش فضايح بلاش فضايح. يا عسكري خد الهدايه. الهانم بتقول ده كان مجنون هتعدي عليه. صحيح الكلام ده يا ست هانم؟ ايوه صحيح. انا مجنون؟ طب انا راد ذمتك يا حدة الصول، في واحده تروح تعزف ميت بالمايوه؟ ايه؟ مايوه؟ ايوه بالمايوه. الهانم دي رايحه تعزف والد الهانم دي بالمايوه. ما تصدقوش يا حضرت، بابا لسه ما ماتش. يعني مش صحيح الكلام ده يا ست هانم؟ لا مش صحيح يا فندم. الاستاذ بيهلوس مجنون. عندك العربيه بره فتشها هتلاقي المايوه. وفيها ايه يعني لما يكون معايا مايوه؟ ها ما فيهاش
بس يعني معزه وميو ما يتفقوش. احنا ما كناش رايحين معزه يا حضره الصول. امال كنت رايحين فين؟ كنا رايحين البحر الاحمر عشان اقابل طليق. بس اثبت دي عندك. انا معاها بقى عشان ما تقابلوش. ما تقابلوش ليه؟ ما هي دي شغلتي. شغلتك؟ انت بتشتغل ايه؟ بشتغل قولي له فهمي انا بشتغل ايه. بيشتغل بيشتغل مش عليلاتي. مش عليلاتي؟ ايوه هتسأله يا فندم. مظبوط الكلام ده يا سيدنا الافندي؟ ايوه هي شغلانه فيها فلفل شطه شعلله. انا قابلتها غصب عني. مسكينه اصل الراجل جننها. ايوه معاك حق. الظاهر عليها استنجلينا شويه. مش بقول لك تسمح لي بقى اخدها معايا على البيت. ومش خايف تمشي معاها في السكه؟ لا اطمن خالص انا اعرف ازاي اشكمها. لا 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 انت هتقلفنا هنا شويه. ها خدوا على التخشيب يا عسكري. حضرتك اوعى ايدك. امشي ساكت احسن لك. يا ناس انا مش مجنون. انا عايز اوعى ايدك. انا مش مجنون. ما تبقيش تعرفي الاشكال الخطره دي يا ست هانم بعدين تنضري. اتفضلوا مع السلامه. مش عليلاتي. وسهل. اي خدمه استهان. انا يا سعاده البيه ابقى والده عباس. يا الف اهلا وسهلا. اتفضلي استريح. والله استهانم احنا عز علينا المرحوم جدا لكن هنعمل ايه بقى حال الدنيا كده. مرحوم؟ مرحوم مين؟ ابو الست. هما الولاد مش لحقوا الجنازه برضو. جنازه مين يا سعاده البيه؟ حما عباس بيه. عباس بيه؟ ايوه دي اميره بنتي راحت معاهم اسكندريه. عباس مش في اسكندريه يا سعاده البيه. الله امال فين؟ في القسم. في القسم؟ ليه؟ هما هيدفنوه في القسم؟ يدفنوا مين يا سعاده البيه؟ دي اميره هانم هي اللي وداته. الله ليه؟ كانت رايحه تقابل واحد اسمه مدحت ولما عباس مرضيش اتبلت عليه وقالت انه مجنون. ايه الكلام ده؟ هو ده جزاته يا بيه. ينجيها من الموت ويسيب التاكسي بتاعه علشان يقف جنبها وفي الاخر تعمل فيه كده. التاكسي بتاعه؟ هو عباس بيه سواق تاكسي؟ امال حضرتك فاكره مين؟ جوز كوثر. عباس لسه ما دخلش دنيا يا بيه. يعني كانت بتضحك عليا بتستغفلني. سلامتك يا سعاده البيه. الضغط بعد الشر عنك. ما تزعلش روحك. طيب يا امير بس ما ينسي الضغط وانا وريلك. اتفضلي استريح يا ام عباس. اتفضلي. انا دلوقتي هروح القسم بنفسي وهخرجه ما يكونش عندك فكره ابدا. والله لو كان ليا بنت بالشكل ده لكنت قطمت رقبتها. نفسي يا عباس والله نفسي. وايه اللي مسكتك؟ عجزت. يا ريت كان ليا ابن زيك كان يقدر يشكمها. عباس يا ابني اعتبرني ابوك اللي بيترجاك تنجي اختك. انا مستعد اديك كل ثروتي اديك عينيا الاتنين بس خلصها من مدحت. اعمل المعروف ده فيا وما تكسرش بخاطري يا عباس. ان شاء الله كل شيء هيتصلح. صحيح يعني وافقت يا عباس؟ ايوه. عباس عن اذنك. اتفضل. ايوه برضه هتروح لها بعد اللي عملته فيك؟ ما هو كل شيء بسببه يا اما. بس بلا كلام انت بتحبها. اصل والنبي بتحبها. الظاهر قدر ياكل عقلها تاني. لولايا ما كانتش رجعت له ابدا. يدعيلي بقى. كمان يدعيلك بقى مش مكفيك اللي دفعهولك. يعني انت اللي ما قبضتش بقى كلنا في الهوا سوا. بس بلاش فضايح. بس اسمحوا بقى تلبسوا. ليه؟ هننزل السويس نعمل ايه؟ هنتجوز هناك ونرجع نقضي شهر العسل هنا. فكره هايله.
يلا بينا احنا كمان. يلا اهو كده كلام. مين انت؟ المجنون. ايه اللي جابك؟ رجليا. عايز ايه؟ عاوزك تنزلي على مصر. وانا قلت لك مش نازله. هتطلع عليا الجنونه واضربك علقه عمرك ما شفتيها. نعم انت تضربني انا؟ ايوه انا. وريني بقى هتضربني ازاي. اتفضل اضرب وريني شطارتك. ازاي بايدي بقول لك؟ انت بتضربني؟ بتضربني بجد؟ وقت مراقبتك كمان. انت متوحش بتضرب واحده ست. انت ست؟ انت جنيه. الموت فيك حلال قدامك. سيبها. مش سيبها الا قدام ابوها. مالك سيبها يا اخي اتنيل. ايه يا جماعه منها؟ ماله؟ بيتخانق مع عباس. خد روح انت العربيه. روح ولا عريس الغفلة بتاعك هو اللي جبان. مجرم مجرم مجرم. أش مش خايفة من السكة؟ السكة فيها ايه يعني؟ يمكن يطلع اسد ياكلك. ايه؟ ولا ديب يقرقشك. ديب؟ ولا تعبان يقرصك. انا ما يهمنيش، انا مش خايفة. غلبان يا استهانف. بس اتفضل. ولو البحر مليان سمك.
الله يسامحك. يا ربي يا ربي يا رب اعمل ايه؟ بيشاك. تسمح تشوي الاثنين؟ انا سواء مش خدام عندك. هدفع لك حقه. منين انت حيلتك حاجه؟ هدفع لك لما اوصل مصر. الشكوك ممنوع. هتسيبني جعانه؟ انت مش قلت ندل وسافل وجبان؟ ما يصحش اطلع الكذاب. انا لازم استغل الظروف. طب وبعدين؟ بلاش تديني فلوس. امال عايز ايه؟ بوسه. بوسه؟ بلاش موتي بالجوع. سافل. يروح النار. ربنا تخسى عليك، انا هموت من الجوع. انا لو منك اموت من الجوع ولا كلش من اكل السواق الندل السافل الجبان. اعمل معروف. وفي اندال بتعمل معروف يا اخي انت؟ ندل وسافل وجبان قديمه. عن اذنك بقى. طب هعمل لك اللي انت عايزه. البوس. اتفضل. ما بصتش ليه؟ عايز انا ابوسك ازاي وانت باين عليك قرفانه مني؟ امال اعمل لك ايه؟ عايز بوسه بنفس، بوسه من بتوع سمتها ولا ما شبهش؟ مش جايب سيره مدحت بقى دلوقتي؟ شاوة. اتفضل. ماليش مزاج. لكن انا جعانه. ما تاكلي حد عايشك. والبوسه؟ انت صدقتي؟ يعني ما كنتش عايز تبوسني من الاول؟ ابدا، انت مش من الستات اللي تعجبني. لا مفيش اكل غيره، لو رميتيه هتموتي من الجوع. اعمل حسابك هتصحي بدري، هنسافر بكره. مفيش غير حاجة واحدة بس هي اللي هتعقلها. ايه؟ الجواز. أميرة هانم حلوة وغنية وألف واحد يتمناها. أنا ما أتمنى لهاش غير واحد بس. مين؟ لسه ما لقيتوش، لكن نفسي في راجل جدع حمش يكون ابن بلد زينا. يمشيها على عجين ما تلخبطوش. بس اللي خدت على عيشة الزمالك مش ممكن تقدر تعيش في بولاق. مالها بولاق؟ انا من شاي بولاق يا ابني. الراجل هيبه جيبه، وما دام مكفي بيتك محدش يقدر يعيب فيه. ابدا، اميره هانم مش ممكن تقبل تتجوز صنايع. حتى لو قبلت هتعامله على انها هانم وتذله وتخلي رقبته في الارض. هو ده ما يرضكش يا عم الحاج. اقول لك ايه يا ابني، معاك حق.
ربنا يوفقك وتلاقي لها الراجل اللي يقلها وتلاقي له. استاذن. مع السلامه. عباس مشي يا ذاتي؟ ايوه. امال كان بيقول لك ايه؟ ابدا، ده كان بيحكي لي عن اسكندريه والتعب اللي شافه في اسكندريه. مسكين، الظاهر ان حكايه كوثر وجوزها القديم دي شغلاها شويه. ما تكلميها يا اميره، فهميها انها مش ممكن تلاقي راجل زي عباس. في الحقيقه يا دادي ايه؟ هي محتاره قوي. ليه؟ هي مش بتحب عباس؟ هي معجبه بيه، لكن لسه بتحب جوزها الاولاني؟ مش عارفه، في الايام الاخيره لما بتبعد عنه بتحس انها كانت غلطانه لما حبته، لكن لما بترجع تشوفه تاني بتضعف قدامه. والله يا امير يا بنتي، اللي اتفرط في راجل زي عباس تبقى مجنونه. الاستاذ محمود ابو الروس عاوز يقابل حضرتك. خليه يتفضل يا فندم. حاضر. على خير يا امير. استنى اما تتعرفي بالاستاذ ابو الروس. اهلا وسهلا. 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 اتفضل. خد يا شاطر الخمسه جنيه دي وحاسب التاكسي وهات الباقي. استاذ ابو الروس. نعم. دي اميره بنتي. ايه 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 لمؤاخذه لمؤاخذه يا اميره هانم. فاطمة حاسب التاكسي يا فاطمة. ايه ايه متشكر خالص. متشكر. متشكر جدا. كرسي كرسي. ايه ايه لمؤاخذه. اقعد يا امير اقعد. متشكر. الاستاذ ابو الروس كلفني ان انا ادور له على عروسه، ايه رايك؟ والله يا دادي انا شايف ان الاستاذ محمود شاب ظريف واخلاقه عاليه، واي بنت تتمنى تتجوزه. عفو يا هاني. متشكر متشكر خالص متشكر خالص. عال ما دام ده رايك فيه تبقي موافقه. موافقه على ايه يا دادي؟ على انه يتجوزك. ايه؟ اتجوزني؟ والشبكه والمهر ولا فخر في جيبي، وربطت على المأذون علشان يجي النهارده. عن اذنكم. الله، هي مشيت ولا ايه؟ اي تبقى مش موافقه. لا ما تقولش كده يا استاذ ابو الروس، تليها بس يعني مكسوفه. تبقى ولا فخر موافقه، مش كده ولا ايه؟ ايوه كده، ولا فخر كده. محدش شافني خالص. الحمد لله جيت في الوقت المناسب. ايه واتس رونج ده؟ في حاجه روح؟ دادي ماله؟ عايز يتجوزني. مش معقول، مش ممكن، ده انا كنت اموت نفسي هنا حالا. يعني تقدر ترجعني دلوقتي؟ طبعا يا روحي اوف كورس. بس ايه؟ شوشو مالها؟ من ساعه ما عرفت ان احنا هنرجع لبعض وهي شي بيجيم كريزي، بقت زي المجنونه تمام. بتحبك؟ مغفله، فاكره مجرد الناس اللي فتني ألف جنيه ان انا يعني احبها. لكن ما تخافيش انا هرجعهم لها واتخلص منها نهائيا. انت مش برضو معدتيني يعني انك انت هتديهم لي كلهم؟ ايوه كده ولا ايه؟ ايوه بس بس ايه روحي؟ بس دادي دادي ماله قطه ماله؟ نقل كل حسابي على اسمه. على اسمه؟ حلاوتي. الحل لازم نتجوز قبل ما دادي يتجوز. مش ممكن يا روحي. انتصر. اي كانت بتقول مش ممكن يا مدحت؟ مش ممكن يا روحي. دي شوشو كانت تحبسني. ليه؟ اصل بصراحه انا كتبت لها شيء، ولو اتجوزتك هتسلمه للنيابه يوم الصباحيه واتسجن يا روحي. اتسجن. تتسجن انت يا مدحت؟ نو دارلينج نو دارلينج يس. وانا مع البرش يا روحي، على البرش. يا خبر. اكل عيش وحلاوه. مش معقول. وعدس كمان يا بيبي، عدس. ايماجن. يرضيكي كده؟ يرضيكي انا اتبهدل البهدله دي؟ لا ما يرضنيش طبعا، بس انت كمان ما يرضيكش اتجوز ابو حلموس ده. ليه يا روح؟ ماله؟ ها؟ وماله؟ وماله ازاي؟
انت تتجوزيه يا بيبي واحنا برضو هنفضل مع بعض كده زي ما كنا من غير ما حد يعرف. It's easy honey, it's easy, it's very easy darling. قولي انك موافقة يا روحي عشان خاطري عشان خاطر الشوجر هاني. مالك يا انا خلاص ايديا ما بتترعش، انا ما بقتش ضعيفة قدامك. انت بتقولي ايه يا اميرة؟ ابعد عني، عايزني بعد ما اتجوز ابيع شرفي علشانك، علشانك انت يا اناني. اميرة you'll be sorry darling، هتندمي. انا خلاص ندمت، ندمت على الايام اللي قضيتها وانا بجري وراك برا برا، مش عايز اشوفك هنا تاني، مش عايز اسمع صوتك. مدحت يا حصاني تدخليه البيت من ورا ظهري؟ احلف لك يا دادي اني خلاص ما بحبوش. كدابة. وشرفك يا دادي. اخلصي يا حصاني تحلفي بشرفي كده؟ انا عارف كل حاجة، انت لسه بتحبيه، سافرتي له الغردقة عشان يرجعك تاني. انت عرفت؟ ايوه عباس قال لي الحقيقة وترجاني ما اقولكيش عشان ما احرجكيش ابدا، فاكرك بني ادمة، فاكرك بتفهمي؟ دادي. انا مش دادي، انا المعلم حسون ابو عوب بتاع بولاق بالكرباج، مفيش غير الكرباج. زهقتيني طهقتيني جبتيني الضغط، لكن من هنا ورايح هتسمعي كلامي، هتتجوزي محمود ابو الروس. ما اقدرش اتجوز ابو حلموس. هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. نظرته ما تخيبش أملك. هي أميرة هاني متأخرت كده ليه؟ هي راحت فين؟ لا أبداً، هي راحت لغاية المزين وزمانها جاي. ألف مبروك يا ابني يا محمود. متشكر يا بابا، متشكر خالص يا بابا. لا 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 ما تحوجش. بابا هو متشكر قوي، متشكر قوي، متشكر قوي. ربنا ما يحرمني منك أبداً يا بابا. مش هنا. يا دي العيبة، دي جاية لك بنفسها. قد كده متضايق مني يا عباس. اعملي شاي للهانم ياما وحطيه في الفناجين المدعب اللي تليق بمقامها. من عينيا الاثنين، هو احنا عندنا اغلى من اميرة هانم؟ عن اذنك يا بنتي. عباس. نعم. دادي عايز يجوزني. عارف، لكن ده كاتب كتاب اللي نادي. يعني عايز انا اقول لك ايه اكتر من الف مبروك؟ انا عاوزاك تمنع الجوازه دي. ما عندك سمتح ابو الفوارس، روحي له يمكن ينفعك. مدحت انسان اناني وما يهموش الا نفسه. ايه من امتى الكلام ده؟ انا خلاص عرفت مدحت على حقيقته، ما حدش هينجني من الورطه دي غيرك. يعني عايز انا اعمل لك ايه؟ اضرب العريس سكينه في كرشه واجيب اجله واخش انا رمضان؟ لا لا أنا كنت فاكرة. فاكرة إيه؟ إنك بتحبني. فرضنا، والنتيجة؟ أنا متأكدة إنك لو تقدمت لبابا هيوافق على. لكن أنا مش موافق. ليه يا عباس؟ أنت ما تعجبنيش. ليه؟ هو أنا مش واحدة ست؟ صحيح أنت ست، لكن مش ست بيت. أنا مستعدة أعمل اللي يرضيك. مش معقول تسيبي عيشة الزمالك وتيجي تعيشي هنا في درب الوطويط. بكرة تشوف. مش هتقدري. تعرفي تغسلي؟ أنا عندي غسالة بالكهرباء. إحنا عندنا طيش نحاس. خلاص أتعلم. في حاجات كتير فات أوان تعلمها. زي إيه؟ الطبيخ، تفهمي في الطبيخ؟ تعرفي تعملي ملوخية بالتقلية؟ صحن بصارة؟
منين هجيب طباخ؟ الطباخ ده ما بيجيبوش الا في المناسبات. خلاص اوعدك اني هعمل كل جهدي ان اتعلم الحاجات دي. مش هتقدري، هتزهقي بعد يومين ثلاثة من ماسك المقاش. قال لك كده بس. مش هتستحملي دوشة عبور الجاز وريحة البصل. يا استهانم في فرق بيننا كبير، كبير قوي. انت بنت زواج وانا حالة سواق. وايه يعني؟ انت مش قلت لي مرة ان الشاطر حسن اتجوز بنت السلطان؟ ده كلام حواديت. ممكن يتحقق دلوقتي. يا أميرة هانم ارجعي لقصرك العالي وسيب الناس في حالها. انت عربية سايبة من غير فرامل، خطر الواحد يبيع عمره علشان يسوقها. يوه فرحة فين يا أميرة هانم؟ مش تستني لما تشرب الشاي؟ معلش يا ضحى مرة تانية. بعد الجواز هتتعودي عليه. وبين عليه غبي. ما تقوليش كده، ده درجة رابعة ومرشح للتالتة. دادي. ايه تاني؟ الحق. ايه؟ ده بيلعب لي حواجبه. يا شيخة هو بيشوف. تلاقيه بيلعب لي أنا. العروسة. أهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. يا حلاوة يا حلاوة. صلاة النبي أحسن. هل تقبلين السيد محمود بعلا لك؟ دادي بعلا يعني إيه؟ يعني جوزا. طبعا طبعا. اكتب يا أستاذ تقبل اكتب. هل تقبلينه يا ابنتي؟ أي ايه مالك يا أميرة؟ قرفانة ونفسي غم عليا. اجيب لك ليمونة. لا لا عن اذنكم دقيقة واحدة انا راجعة تاني. الله هي رايحة فين؟ بتقول لك قرفانة يا سي محمود قرفانة، افهموها بقى. ايه ست أميرة رايحة فين؟ رايحة انتحر. ست أميرة مالها؟ هربت وراحت تموت نفسها. تموت نفسها يا طريق. تموت نفسها؟ طب أنا ولا فخر. النبي بلا فخر بلا سيف. تبعد عني ده يا تيت بيتك. استنى هنا. ايه هتنتحر تاني ولا ايه؟ مالكش دعوة. انت فاكرني بهزر؟ لا يا عم اتفضلي وريني. اعملي يا مجنونه. هتعملي ايه يا مجنونه انت؟ ايوه سيبني 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 ما تحبنيش. أميرة عباس انت بحبك لكن انا ما اعرفش اغسل. تتمرني؟ ما اعرفش اعمل البصارة. امي تعلمك. انا ما اعرفش غير اني احبك وبس. نعمة. لا عيب. عشان خاطري. لا مش ممكن. وحياتي. برضو مش ممكن. والنبي والنبي. اللهم صل عليك يا نبي.